السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم اللي راح نحكي فيه عن كيف تخفض استهلاك الرام اللي موجود عندك إذا كنت بتعاني من هاي المشكلة المقرفة على جهازك. فإذا كان عندك ويندوز 10 ويندوز 11 وبتعاني من هاي المشكلة خليك معاي ولا ننتقل إلى الفيديو. تمام صديقي، بدنا نبدأ في حل المشكلة. أول شيء بدنا نغلق الخدمات اللي شغالة بالخلفية بالويندوز اللي بتستهلك الرامات والموارد بدون ما نحتاجها. أول شيء بدنا نعمله إنه ندخل على نافذة الرن من خلال علامة الويندوز زائد حرف الـ R، بعدين نكتب هون services.msc. أوكي، بعد ما انتهينا بندخل عليها. طبعا راح تفتح معنا هاي النافذة، راح تكون مرتبة من الـ A to Z يعني ترتيب أبجدي. فنوسع ونكبر النيمز هون عشان نعرف احنا على شو بنشتغل. اول شيء بدنا نروح على حرف البي، اكبس حرف بي على كيبوردك عشان ينقلك الى الاشياء اللي بحرف البي. اول شيء بدنا نختاره اللي هو background intelligent transfer service، دبل كليك. طبعا اذا شغالي هون ستارت، او عفوا اذا كان الستوب شغالي يعني انها شغالي هي، فانت بتعملها ستوب تمام، بينما لما تكون عندي الستارت شغالي هون معنات انه هي مطفيه، انه بده اياني اشغلها. يا رب تكون فاهم علي. المهم اذا زر الستوب من هون مضوي اطفيها، اعملها ستوب. يعني زي ما انت شايف عندي هون بيحكي لي سيرفيس ستاتوس اللي هي ستوب متوقفه. اذا كان عندك ستارتد هون او رننج او تعمل اعملها ستوب. ثاني شيء بدنا نيجي على ستارت اب تايب من هون نختار ديسيبلد تمام، بعدها بنحكي له اوكي. ثاني شيء بدنا نضغط حرف الاس على الكيبورد عشان ننتقل الى الخدمات اللي بحرف الاس، ونروح على الخدمه اللي اسمها سيسمان، هيها اس واي اس سيسمين عفوا، دبل كليك نعمل فيها نفس الموضوع، نحكي له ستوب من هون زي ما انت شايف. الحالي عندي هون انا رننج شغاله فبعمل لها ستوب، بعدين باجي هون بعمل لها ديسيبل او ديسيبلد وبنحكي له اوكي. ثالث خدمه بدنا نروح عليها على حرف الدبليو، بدنا ندور على الويندوز سيرش، خلينا ندور هيها زي ما انت ملاحظ، دبل كليك نفس الموضوع بنعمل لها ستوب، ومن هون بنحكي له ديسيبلد ثم اوكي. بعد ما انتهينا حاليا بدنا ندخل على الريجستري من خلال نفس نافذة الرن، علامة الويندوز زائد حرف الـ R، بدنا نحكي له ريج أو ريج إدت، وصحصح معاي هون بدنا ندخل على الخيارات أو المسارات التالية. أول شيء بدنا نروح على الـ HK Local Machine نفتحها من الجانب، ثم ندخل إلى System، ثم نروح على إشي اسمه الـ Current Control Set، بعدين ننتقل الى كنترول راح يفتح معنا كل هاي، بعدين نروح على شيء اسمه سيشن مانجر ندور على حرف الاس هيها بنكبرها، بعدين نروح على شيء اسمه المانجمنت او الميموري مانجمنت عفوا، نختار الفولدر نفسه هاي المره ما بنكبرها من هون، بعدين في عندك هون شيء اسمه كلير بيج فايل ات شت داون، دبل كليك عليها، وهون القيمه هاي صفر بدل ما هي صفر بنعملها واحد، ثم بتضغط على اوكي. انا ما بدي اعدل لانه انا ما عندي هاي المشكله. الخطوة احنا محتاجين انه نعمل ريستارت للجهاز، بس ان شاء الله بتعمل الريستارت بعد ما تخلص كل الخطوات، ما تعمل الريستارت هسه. تمام صديقي، حاليا احنا بدنا نطفي شيء اسمه الباك جراوند ابس او التطبيقات اللي شغاله بالخلفيه، فاذا كان عندك ويندوز 10 تيجي على البحث وبتكتب له هون باك جراوند ابس وبتدخل عليهم، عفوا غلط هون، نكتب باك جراوند ابس وبتدخل عليهم على الويندوز 10 وبتطفيهم كلياتهم، تعملهم اطفاء. فقط بتخلي التطبيقات اللي انت محتاجها انها تظلها شغاله معك بالخلفيه. اذا كان عندك ويندوز 11 بتعمل معاي كالتالي، كليك يمين على الستارت وندخل على السيتنجز، ثم ندخل على الابس من اليسار، بعدين على الانستولد ابس، بعدين زي ما انت ملاحظ راح يبين لك التطبيقات او الابس اللي انت منزلها عندك. فمثلا بالنسبه لي انا تطبيق الساعه ما بدي اياه يضل شغال بالخلفيه، بروح على الثلاث نقاط من هون، بعدين بروح على الادفانسد اوبشنز. زي ما انت ملاحظ هون بيحكي لك الباك جراوند ابس بريميشن، بامكانك من هون تحكي له نيفر انه ما يشتغل في الباك جراوند او الخلفيه ابدا. فالمشكله على الويندوز 11 انه انت بدك تعمل هذا الموضوع لكل التطبيقات، كل تطبيق على حده، فاذا كان عندك تطبيقات كثير الله يعينك. بينما على ويندوز 10 اتوقع انه بامكانك تطفيها كلياتها بكبسه واحده وترجع تشغل التطبيقات اللي بتهمك فقط. تمام، حاليا بدنا نطفي التطبيقات اللي بتشتغل مع الويندوز اثناء تشغيل الجهاز، لانها بتخلي تشغيل الجهاز يصير بطيء، وممكن يكون في تطبيقات موجوده بتشتغل مع تشغيل الجهاز انت ما بتعرف عنها ومش محتاجها. فكل اللي عليك فقط انك تدخل على التاسك مانجر من خلال الضغط هون على التاسك بار وتدخل على التاسك مانجر، او من خلال اختصار كنترول شيفت زائد اسكيب. واذا كنت على ويندوز 10 بتكبر التاسك مانجر على اساس انك تشوف كل هاي البلاوي اللي موجوده، بعدين بنروح على شيء اسمه ستارت اب ابس. زي ما انت ملاحظ على ويندوز 10 بدها تكون هون في اعلى التاسك مانجر، فمن هون زي ما انت ملاحظ يا صديقي بيكون في عندك عده تطبيقات انت منزلها، التطبيق اللي ما بدك اياه يشتغل مع تشغيل الجهاز كليك يمين عليه واحكي له ديسيبل. تمام، زي ما انت ملاحظ لما عملنا له ديسيبل هون على الحاله صار ديسيبلد، الانيبلد يعني شغال، فانت بدك تمشي على كل هاي البرامج اللي عندك وتعمل اطفاء للاشياء اللي ما بدك اياها. تمام صديقي، اذا بتستخدم جوجل كروم برضه جوجل كروم في مشاكل في استهلاك الرام، فراح ندخل على الجوجل كروم بعدين ننتقل الى الثلاث نقاط اللي موجوده على جنب ونروح على السيتنجز او الاعدادات. حاليا بدنا نروح على برايفسي اند سكيورتي او اللي هي الخصوصيه والحمايه،
بعدين بدنا نروح على الكوكيز اند اذر سايت داتا. بعدين بدك تنزل الاسفل في عندك شيء اسمه هون بريلود بيجز فور فاستر براوزنج اند سيرشنج. يعني من هون بحكي لك انه اذا بتخلي هذا التطبيق شغال بتضل عندك المواقع شغاله والالسن اللي انت بتفتحها بتضل شغاله او بتستهلك اكثر عندك من الرام او بتستهلك عندك اكثر من الرام من موارد الجهاز على اساس انه يكون عندك تصفح اسرع واسلس. فانت بتطفي هالخيار على اساس انه انت تمنع الكروم من استهلاك موارد جهازك، ولكن اذا حسيت انه التصفح مثلا صار بطيء ارجع شغله. حاليا بدنا نطفي انيميشن الويندوز، فبدنا نروح على متصفح الملفات او اذا كانت عندك ايقونه ذس بي سي على سطح المكتب كليك يمين عليها وادخل على بروبرتيز او خصائص، ثم بدنا ندخل على شيء اسمه الادفانسد سيستم سيتنجز. بعدين من هون زي ما انت ملاحظ بدنا نروح على خانه بريفورمانس او الاداء، ندخل على اعداداتها، ومن هون زي ما انت ملاحظ بدك تختار شيء اسمه الادجست فور بيست بريفورمانس، انه يعدل لك النظام او يعدل لك الويندوز كامل على اساس انه يعطيك افضل اداء. فلاحظ انت لما اختارها بتطفي كل هاي الاشياء اللي موجوده في الويندوز، كل هاي انيميشنات وحركات وشغلات بتعطيك جماليات للويندوز. فاذا انت كنت بتعاني من استهلاك الموارد واستهلاك الرام بالذات، هاي الشغله راح تفيدك ان شاء الله. بتعمل اوكي، بعدين بس تخلص تعمل اوكي من هون. واخر شيء يا صديقي بنصحك انك تستخدم برنامج رهيب جدا انا بستخدمه بكثرة، واللي هو الوايز ميموري اوبتمايزر. راح كنت اترك لك رابط تحميله تحت الفيديو، انا حكيت عنه بفيديو سابق فما راح اكتب عنه تدوينة جديدة، راح اترك لك رابط التدوينة اللي كان فيها البرنامج. انزل في التدوينة ودور على اسم البرنامج اللي هو وايز ميموري اوبتمايزر، اضغط على الاسم وحمله. طبعا البرنامج زي ما انت ملاحظ هو من اسهل ما يكون، بامكانك تفعل فيه طبعا الدارك مود على اساس انه يصير مريح للعين اكثر. فزي ما انت شايف بعطيك استخدام او استهلاك الرام عندك، وهون بحكي لك ان يوز انه انت مستخدم تقريبا 6 جيجا، والافيلابل تقريبا زي ما انت ملاحظ 10 جيجا وشوي. فخلينا نفتح التاسك مانجر كمثال ونشوف استهلاك الرام هناك. زي ما انت ملاحظ هاي الميموري عندي هون، استهلاك الميموري او الرام، نروح على البرفورمانس او الاداء، ندخل على الميموري. زي ما انت ملاحظ هون ركز لي على الارقام، الان يوز هون 5.9 جيجا، تقريبا 6 جيجا زي ما هو حكي لي في البرنامج هون. فحاليا البرنامج سهل جدا، كله عباره عن زر واحد اوبتمايز، ركز هون، نزل استخدام الرام مباشره. ما تخاف البرنامج لما ينزل لك الرام ما راح يسكر تطبيقاتك كلياتها، راح يسكر التطبيقات اللي ما لها فائده. فزي ما انت ملاحظ نزل استهلاك الرام ل 3 جيجا ثم ارتفع الى 4 جيجا، هاي بتكون البرامج اللي في برامج اخرى بتعتمد عليها، فبعد ما يتم اغلاقها راح ترد ترجع تشتغل لحالها تلقائيا، فما تخاف ما في شيء راح ياثر على شغلك. وطبعا من هون بامكانك تعمل اعدادات، وعلى اساس انه مثلا بحكي لك هون اذا زي ما انت ملاحظ اوتوماتيكلي اوبتمايز اف افيلابل ميموري از بلو، بحكي لك عدل او اعمل اوبتمايز للرام وفرغه اذا كانت الرام اقل من، وانت بتحدد اذا كانت اقل مثلا من 4 جيجا 3 جيجا خليه يعمل اوبتمايز لحاله. ضروري انك تحط صح على مينيمايز تو سيستم تري وين كلوزد على اساس انه لما تسكره ينزل عند الساعه، واذا حبيت انه البرنامج يشتغل مع الويندوز حط له صح على رانت وين ويندوز ستارت. وهون يا جماعه الخير انا بكون انتهيت من الفيديو، فاذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك، ولا تنسى تعطيني رايك تحت الفيديو بالتعليقات. بشوفكم بالفيديوهات الجايه باذن الله. كان معكم اخوكم سعيد من قناه ذا بريكنج وول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Keep on moving on.